طريق با إلو فران حقون عيبين الديدين دستور كيو شرعي غراعة أو دولة نيمامو شرعي غراعة أو دولة نيمامو جا حسبي يغيستيوان قليل يدرين دول عينيا أربع دنتون وطني من دريالين شعبي يهو تريا شعو يعني يدين دوبسن اسود دوبني دين يوم ادني مويا لا كغطا دين تستور كيو شرعي غراعة او دولة نيمامو تستور كيو شرعي غراعة او دولة نيمامو جا دولة نماد ودق عليو دوائي النوري دجنا شهي النبات دوائنا انتري اللي ددويرو من كوسو حشافو الطبق ديري هايش ترجيب لقونا لو درجة شخوة تستور كيو شرعي غراعة او دولة نيمامو حلوانا داريان بيارد يحوري مانت حاكن نور فرديا أي المناسبة دو فردو أي قيمة هي غاية بدن أي حسن ما تا فردو أي كهل دو دونا أي حسب يدي هوري أي مهيرة دي هوري سواء كسو تلي تقبل كبيرة أما مهيرة كسو نوضي حلبانة دي هوري أي قولة حتى كان كبيرة هل كما تا ديا كقوة يا هوري لدي دورة أوسي يا هوري حسب يدي هوري كتيري يو قوة كلي كسو دي هوري كتبه حسب يدي كلي وكبه دي حقيقي وعيد أي قوة قوة كلي سنة فردية دمان واحد السلام يا سلام السلام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وله بدر أفلمية. مركب ما تشويين اللي يبغوا يقولوا هذا كتاوى ولا قياس كريم. جوي وناسن فرحان وناسن بين المات الناشر سكون من واحد ما توفر الناس ودوين تا. and حلبانا لا يبي هنا ما تنور فديا إلى نقلمية كسر دوينو ويندور سمينين waa kamidii maanta taraga bilaabay xisbiga fulmiye rag badan oo qaali ah waa lugtiin rag usle u soo maray gobolkeena oo soo shaqeeyeen qiimahooda ay qaali isna u ahaayeen ee gobolkan u soo mareen waqti waqtiyada kamid oo soo shaqeeyeen muddo badan bay iska joogeen muddo badan bay fadhiyeen wax eegayeen dooda wax ku eegayeen waa waxay ku gaareen oo ku gabagabeeyeen xisbiga fulmiye oo xisbiga maanta rajada koowaad ah إنك كوكب كبير على مانتا. وقتي كبلارم إيه نجح وين كتير أنا عبد الرحمن إسماعيل سيدك يوغامي يا سلام يا وح سلام يا مدخل أنا جديدي إيه قبل كجديدي يا سلام يا وح سلام يا وقتي مسؤولين تقولش إن هو صابيرا إيه كوسك هو صابيرا سلام يا صور دوام أنا يا إيه كوسك صور دوامينا شنيدانة دني مايرنة دني وبور هي ولا أتذكر أن تقولي تسمعني الآن أكو بالكينج بلي يوم ما يرد ما ده هذا كسر نقطعي تك ما ده كي بلي ما ده هذا واها أوت يوم أوكل يا أنسو كلين حسبنا إل تدويري دورتي يا إنت يا دورم با هرس هذا أو وتا أو كم ده ها أو قاعدين يا أي نقص بدويننا حفلة مانتا هديات تلفزيون دوينا نايد كم مانتا كنا مانتا حفلة تل تك شرف تلا شعري يا سو قال يا حسبي وكلمية قالوا هيك سو بحال حسبي هو تري أو هيك جيران كوني سلحة أو كسر تيجي ركضي مركي أي كم يديرين كوني ده هي أنا وتري أنا لو بمتين أباس في الهوتيل waxay iska joogeen sidii ay xisbigii uga soo baxeen wadani xisbigii odab meel kuma ay biirin dhulkooda iska joogeen maantana waxay ku soo biireen xisbiga kulmiye iyaga oo dad qaba dabartoodii qaba oo qolof dhicin oon meel laga soo digaroban meel la aan gelin oo miyirkooda iyo maankooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda hugan ayay ku soo biireen maanta حسبي أقولي سلاسة بسوا دوينا لعندكم أتمنى عليك سلام يا أمور سوا قرية وعند ما ندا وضع هذا هو قرطه أنا هنكو قرا نرجع كتابي هذا إنه ما ده حد يهرع كل مية هو كلامنا إنه هو سوا بيرين وحنا مالين كل يوم حين وفاته يا حسبي أقول مية ما أنت
guushiisu banaanka ay taala guushiisu banaanka ay taala sababtoo ah intaas oo masuuliyiintii gobolka anigu degmo oran waxyaabuun baa naga yar maqan waanu madaxda waanu ugu mahadnaqaynaa inta dhimanna way israacin doonaan intaasoo mas-uuliyiintii gobolka ah oo xisbi walba lahaa waxaan leeyahay aad iyo aad baanu idiin soo dhowaynaynaa soo dhowaada gacmo furan baanu idinku soo dhowaynaynaa qalbi furan baanu idinku soo dhowaynaynaa xusbigii kulmiye oo xisbilxaakimkiiya oo maanta haddii ah layidhaa guushu guulaysanayaanu idinku soo dhowaynaynaa halkiinaas aad ka bilaabaysaan halkaasaad kala qabsanaysaan soo dhowaada walaalayaal madigaankii gabida iyo guryihiisii sallaaba geesna aan uga guurin agshishadii goraldii iyo gadaheegii jiwaaji iyo goobihii qadab taallay gurgurihii darbigii gurgurihii duurtii iyo darbigii ka sarreeya degmadiisu ahaa tumaale iyo gabooyo gebigan soomaalilay markaan gees walba egnay go'aankeynu gaadhnay inna gaabin lahayn aad ina gaabin lahayn muuse biixiye sayni cibay sacaadadu ayna jirtaaye nimanka aynu siino ayna ku go'aamin muuse biixiye sayni cibay sacaadadu la jirtaaye nimanka aynu siino salaaduuqdaa goob walba taallana sawdka aan ku guro sida aan u ciyaarno ansacabayna markaayo simxaana waa mahadda aan idhaahno ka biirtay xisbiga kulmiye waa qolo aad iyo aad iyo aad miisaan weyn oo culus leh waxa weeye maayaradii hore waxa weeye kula deegaamadii hore waa dadkii gabiilay dhan u yar jiilayay ee in badan loo bulshadii ay ku xidhnayd waxaan maanta u sheegayaa xisbiga kulmiye gobolkan gabiilay cid maanta ka maqan haba yaraatee inaanay jirin sidaa uu ku dhan yahay miisaankiisi iyo wax dheel iyo haba yaraatee aanay ahayn waxaa kaloo intaa ku darayaa waxa weeye annagu haddaanu reer gabiilo nahay horta xisbigan kulmiye haruurkaabanu ku tunaayo waar kulmiye waar kulmiye hal kulmiye hal kulmiye hal kulmiye abanu yidhaahna waxa weeye waan leeyahay waxa weeye annagu reer gabiilo haddaan nabad caynkaasaanu nahay waanan nagu sheegaynaa xisbiga kulmiye waxaa kaloo u sheegayaa xisbiga kulmiye waxa weeye nimankaa miisaanka culus leh ee bulshaduna aad ugu xidhan tahay ee aad iyo aad ugu taxan tahay waxa weeye sida ay ugu soo qayb galeen ay ugu soo dhowaadeen xisbiga ha loogu soo dhoweeyo ha ogaado xisbiga kulmiye intaa kadib waxaan si kalgacal leh oo niyadsan ugu soo dhoweynaynaa xubnaha ku soo galay xisbiga kulmiye ee ahaa raggii goorweyntii hore ahaayee golaha deegaanka waxaan leeyahay haddaanu nahay reer gabiday annagu maanta diyaara waxaan u nahay inaan musocod ka siino taasoo ah inuu muusha yahay mid dalka wax ku dheh oo uu soo halgamay lama simi karo meella lamamasma taagi karaan laba nin oo aan waddanka mina ku wada lahayn waxaan kalan leeyahay yaan xisbiga wadanyaanu gobol ka gabilay hunguri ka soo geli cidda xisbiga wadanay ku jirtana waxaan leeyahay annagu waxaanu nahay kulmiye 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 waxaana si kalgacal iyo sharaf loogu soo dhowaya hadalku badan yahay raggaa maanta ku soo biiray xisbiga inta kale maqanna waxaan leenahay gacmo furan baan ku soo dhoweyna waxaan kaloo leeyahay xubnaha ka tegay xisbiga wadani waxaan idin haynaa qalbi furan iyo kalgacal iyo wanaag iyo walaaltinimo idin kale waxaan leenaha meel wanaagsan baan idin haynaa wasalaamu calaykum waxaan baasnay een aragnay in xisbiga caalimka kalada haya ee uu hogaamin karayo wax badana ka soo qabtay wax dambana qaban doono annaguna aan ku guuro ayaan go'aansanay maanta waa xiliga ilmaha iyo waxaan cadaynaa
انت هذا ولا لا يروح ذكي حسبي قالوا كان يمد شري واتمد منك يوم بدنا يا ما تغنى ملعوين يا واحد بدون فعلك كا وينا طرف فرمان وين تسوق عدا ترى كل على ذكي ككلام انت فسي جدانا وحوسي اكتمت تو مرتا ولا لا يا وحين عاوننا وين كمن نغوننا وين كرجالنا حسبي كل يا صوص لا ما انا ورن مايو حسبي الله صوب حي اما حسبي بنا أنا أروح أنا هاي حلبان الصبح يقول لك قال كان حزب جدلسن وحنان وحنان في صبر حزب كلية ما أنت رجع في لهون عنده أنا حزب كلية أنا هذا السلام يا كمان مرتشر تقصو قريب بشيء كمان وسلام يا هل كلمة ذا يا رعينا يا وحنا رمي يا كلية كلية نفسه ري waxaan ma dheereen ma qaraano waxa aanan maxan ku raaxis bulo ku biir waxaan ma dheereen wana ku soo maxan ku raaxis bulo oranaya waxa kale oo sheegaya oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqaya wasiirkeega shacayb oo inta badan islaan xisbigu ku yimid lahayn dadaalkeeda iyo maxan ku raaxay ee fuulideeda aad iyo aad nooga qayb qaatayna aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayna waxa ay walaalayaal inaanu ku hadlo maaha qabiil waa qaranimo horta waxaan la soconaa waa qaranimo yaana la shakiin oo magaraysa maayarada maanta ku soo biiray waxaas waa rag baratokolaysan waa rag shaxnadaysan waa rag waxaan u maartay dooda aanu meel dhowto ku qabanay arabsiibo waxaana hogaaminayeen wasiir shacayb oo runtii wasiir daayar ahaa ismaan xasan mare raggaas waxa u doodeen sidii dimuqraadiya dalab goobjooga hayse u doodeen waxa weeyaan qabiilku bay doodin waa qaranimo labada waxay wariyaan maanta garab siinaa oo magara facaynkaasa si caalamiya loo dooday waxa weeyaan in maanta muuse biixi uu magaraasa ka mugu weeyahay magarta musharaxiinta anagoo qabiil ku qaadan qaranimo ku qaadan nimo tuurdam kale maanta hortiina waxaan ka cadaynayaa halka kaga dhawaaqaya saacadan aniga oo gudoomiyihii gobolka ee xisbiga u cid ahaa iyo xoghayihii xisbiga ee gobolka maxamed cumar ahaa iyo gudoomiyihii garabka dhallinyarada oo inankii dhallinyarada ahaa ee wakaalkaa ka soo jeeda saddexdayadaasuba waxaanu si buuxda isaga casilinay oo aan hortiina ka cadaynayaa dhammaanba wixii aan xil u hayay xisbiga xuray raadinayna sida dadka qaarkii ay axsaabta qaarkood ka dhex yidhaahdaan intaa midna kama rabno waxaa noo nimid inaanu xoojinno awoodda kulmiye iyo juhdigii hore ee sii jiray tidii faarax nuun mataalkeeda maanaa lay qarshaamidiye cadow maanaa xamar laygu miinay mar kale laygu celinay muulkii laakiin maantada muusaynuu diibi maantana waxaan hubaa oo halkan aan dadweynaha reer gibleen ay ogyihiin oo idiin sheegaya in xisbiga yar iyo weynba aynu taageero u nahay xisbiga kulmiye sababtoo ah waxaan ogahay maalinta codka in xitaa muraqibka laga waayay doono codkiisa maalinta codka in xitaa qofka muraqibka uu ah xisbiga wadan codkiisa laga waayi doono aruurtaa waan hubaa waana ka dhacday gibilihii tanoo hore tiinteediina way soo socotaa halkan waxaan kelmad baan ku leebanaya waxaan olanayaa ninka maanta dabcay in dalka somaliland laba waqti waqtiyada ka mida oo ninka xibsa la yidhahda waxay jirtay uu sameeyey inuu laba seeraf gurka ka jaray oo moodayay dalka in lagu xoreeyo laba seeraf caqli xumaan ku jogo maantana way dhacsaayo inuu arki doonaa beritoore inuu abaalka dankiisa adeerkii qoyi uu qaadan u doonaya kulliba iyo ciddii ka dambaysa inuu qaadan doonaa
قف قاسي صار قف بلا تاريخ قوان جرين ابو دنيا انت قد ايه انه قف قول لغم اوان كتر قف دمو حركة سوالي قف ابال قدر لكن قف ويجب قتل لغم اركا لكن قف قل لغم اركا سيبايا هو قلعين كاسي تدخل بار ايه انا سوى صارك ابال كي سيبايا بك قد ايه فتن من دو قابتنا سوالي ابال كي سوى قوصو حزبك كمير ويوم يبنهي انت ما انت ينشر حاني واسيني ايوه وسبيلي محمد كاين وجوغا الى ما ذو بارشه وحاي دار كانو طلابين هو اي وتين يبا هو اللي يقانو كل يوم نور حمي سوى درجه دار كانايستا ما كاسا وانت اي موغو بقنا اي نو دار كاني ما يمول كل وا هو حقوق وصلنا الى ما ذو بارشه نيكا شغل توري ما انت 91 ام بنا تتوت سفاره الروش يا سوماليا لو دي تو عبد الرحمن عيرو أنا أقول لك 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 أنا أقول وحمد الله انت اللي تشوفني يا عمو حزب القلويني وحنا عندنا ديريني اصحاب قرنكا اصحاب قرنكا وحنا يجي ان من ولد وحاو شيغيو هي بدي وحسن كربين قرنيين وحن قرني إلى حزبك كرمية وحن ما انت وقفيرينا وحن ايقنا وحي وصوقفتي وحنا ايه وحنا رجالنا عدي حزبي كرمي ولا صوتي شابي ولا حقبت بلم صوتي وحنا حزبي ركلا وفايدني انك في خارج يسوض عيثان حتى ما تتشاب سنا حزبي كرمي ولا تتشابي ما انت وانا بطهي وحنا نقول الدقاء كيه ورأى نوحا كفارنا نوحا كفارنا وحن ما انت لغا بلاب الليلي هو اللي اكتاق النهي انا قلو اطاق الريش هاي على يقوى نمغلا يقوى جوغي يقوى مقام بوضنا وحن مشيه انا انا نوابي برتاق النهي حسب قدومية وحن مشيه انا انا خوش اقايم كورنا وحن كفين دونا ملك صوتنا ويا حسب قدومية بيرضي لا حزبك ما انت وحقبتين ومالي قاليا او صوبتنا اي تاي انا 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 انجينير عبد الرحمن عبد الله اسماعيل مستر سيلعي ارناي انت دير انا دراستي كسو جري وحن نو عطاتي وحقابتي يا ورمركا دلكن غارسيي حزبك كلمية يو مدحديس سدا درتيد وحن لو غوانا انا مساغر لانا dina ayaga annagu noo qabtano ina golihii dagaalka hore oo maanta ku soo biiray xisbiga kulmiye runtii waxa soo mareen waa inta soo maayil baa maanta ka socota xoogagii ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaad baan ugu mahadnaqayaa haddii aan iyo sheeka maalintaaga baa la wareystay oo timaada la wareystay intaba waxay tidhi kulmiyan idin tilmaaga taageera oo la yidhaahdo fillaax fillaax وفرحين فرحين بدرنا فرحين بدرنا وحوي كل مية إن كافية باقي أبو صبيرة كل سنة وحوي
وروحوا قبطي وروح قبط وروح ترب ووناك ورشدوا طيقي ما يخذي يبدو ياشي تكوين كي يحل مانادي سياسيين تكالولو كالولي حفلة دن اي مات تشوبية حفلة دي هراي وحي الباب دورو عرصة دمان لبدا حسبية معارض كالا وحي بدحو إلي حفلة دن يتيو هرما فرينو يهي إن عن ما تقول كجبلي الباب لقى صوغ على رجبي لما الباب دا صوغ لوين حلمان قبل كدوا قبل كيف كلمية وحنو نتشاين ان ايلي هلخن ان اغطا حرضو حسبك كلمية كدولو وحن هلخن نتشي دوني ايلي نود عينو وانا لهي ان قبل دا قرنقا ايا مارتا بادي كان سامي سي وانو لين هاي لهاي مارتا عكسو تبيو مرحبا كرنقين مانتا وحن هلتا لكسو بلغينا ومنتي وجودن بيسي ومكتلت قبلك عقارن يرقبين لي kirkooda ugu dambeysay inay maanta aanu ku soo biirinay xisbiga kormeeye ayaa hortaada ku soo tusaynaa iyadoo hore xisbiga kormeeye aanu uga hadlaynay dhammaan uur ku jirta inteedii kale waa xubin ka soo beerkii maanta ayay iyaduna ku soo biirtay xisbiga kormeeye waxa weeye waxa farxad weyn oo ah oo aan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo saaxiibada maanta ku soo guuray xisbiga kulmiye oo runtii ay ku jiraan rag badan badan oo aan soo wada shaqaynay intaan gobolka joogay oo aan ka wada shaqaynay dhinaca horumarka gobolka maantana haddii ay nagu soo biiriyeen inay nagala shaqeeyaan dhinaca xisbiga oo ay xisbigii ku soo biireen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aniga oo og waxtarkooda waxqabadkooda iyagoo ku hayeenkii bulshada aad iyo aad iyo aad ugu soo dhoweynaya xisbiga waxaan kale oo kulmada doonayaa dadweynaha reer gabiley ee sharafta leh runtii waxaa la gelayaa tartankii doorashada reer gabiley su-aal baan maanta weydiinayaa ilaahay baan idinku dhaariyey CV-ga ka wanaagsan ee saran ba ahaa iyo mujaahid baan ahaa muxuu noqonayaa miyaa CV ka wanaagsan haysaan mujaahid baan ahay CV ka wanaagsan miyaa haysaan ee saran baan ahaa miyaa CV ka wanaagsan haysaan waa salaamin tiraal iyo garab kale u qaabilay weynayna qalbi proofaan idinku soo koobay oo aan halkan ka hadal oo runtii aan jeclaa inuu ku hadlo aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin runtii miisaan culus baa waxay ku soo kordhinayaan xisbiga kulmiye waa rag taariikhdooda la yaqaano baaldahaba kule guud ahaan qaranka jamhuuriyadda somalilan baaldahaba kule gobolka gabeley ee cagaaran waa rag wadanka usoo halgamay hore iyo dambaysaba marka iyaga waxaa leenahay soo dhawaadaan maanta laga bilaabo waxaad ka mid tihiin xisbiga midnimada iyo horumarka jamhuuriyadda soomaaliland ee kulmiye laydinkama laha ku soo dhawaada gacmo furan taladiisa iyo tusaalihiisaba ku soo dhawaada qodobka labaad waxa weeye aniga ku soo dhawayn doono madaxda iga sareysa iga dambaysa haddii ay cayn noqoto haddii laysku caayo askarinimada innaga waxay noogu qaalisan ee qaranka difaacaya ee cadowga hor fadhiya waa askari haddii markaa ay cayn noqotay inuu maaragta askarinimadu cayn tahay micnaheedu waxa weeye waxay tahay baan u garanay wixii aynu soo marnay buu ka maqnaa waddanka oo dhismay oo cagiisa ku taagmay oo dimuqraadiyadii ka jirto ayuu ayab iska soo degay markaa micnaha askariga ma garanayo hadday askarinimada iyo xoraynta waddanka gebile wajaale geedballaar ilaa iyo waxa weeye geedkii maxamed caleed garanaysaan haddii ninka intaas soo maray geed walba fadhiistay hadday CV u noqon weydo
محمد بنت نيبان سيفي نغنس محمد بنت نيبان سيفي نغنس الله يستطاع ملعاك بربا عند عيبا سيفي نغنس حاسنا من نغنس هذا الكل يسي تنقي نوريه بايه وحلينا إنك عبد الحريسة تبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من الأخبار من لم تزوري معدين مثل صوقع يورج لبعا كارونوين ولا صعبك يا بايك يا شعب كورج بلين وحنكم عدم قيام سيدي فعلا دي نوسو أبابا نوسو دوين حفلة الحديسو أبابا شنا عادي عندو مع سنتاي وحن مركو قوة الرأي نوسو دوين يا حسن الكربية ماذا حدا حلقة فردة ودومية ياشي كانت الدولي تكمل الجبل سو مري حبنا هذولا الدكان كا الدكان ندي ولا الدكان كتبه عن كنا داعي أيه كنا بسوا بير ما تحول بحسب الدولية حبنا حسب يد وطن يو عندك سو بحي أدي أدور هبلينا يا ما قاعد حسب غيري وقوع داعي أدي أدور نجسو دويرنا ragare badaba kubiye yuguna aan jiray oo wada xidhiidhi dambe waa la kala galay oo cid waliba deegaan iyo xubinnimo iyo inuu gala deegaan nuqdaabu doonayaan waxaan idin sheegayaa xisbiga kubiye maanta ka mid baa tihiin daawaynta kubiye ka mid baa tihiin taladiisa iyo afirkiisana qariib kuma noqonaysaan oo ka mid baa tihiin يا أتيان تايهر كقول كجبيري يا أتيان تايهر كقرقة الحزب الكردية ثلاثة سيارة كيسة قبل باتين بدنا قريب كمان نقول رسالة هذا لا بد أن أكلها كقول فايو حيو فلان أنا قلت ولا هالك اللي قلت لي لكن قد أقول عيو بنانو بهوس بكحريق يا فقم يا رجل يا هالك فرنيا إن هذه هو رواية كبيرة غير كبيرة وقرار يا أي قرار يا قرار يا حالتي ما مرتب إنك حسب كل مية حمر لو ما صحنا العقار كان لا يدعى إلى مدى نقولان دسنا ما وصحنا لكن هو مر بين دول نين نقاسين إنك بلنت روايتها عدي ما أنت مشرح كي هاي ملحوينا مسبيح عدي يا عبد الرحمن سيلعي حاول خلق ما حقنا وحن نكرم معاونينا يمدون يكون نسان إنا مسبت على النسان إنا يسكور النسان سألتا سوى كوان من يسير إنتا سألنا نغط بكسير إنا وحن كسور دو إنا كسور دوينو حن ويعرقة ومعملوك البيبي سومالان كسو الشقيي اسجدي قرنكا وببوري وروح علي يبوجو غرع وعاسمين عيني كم من نهضان اما يتاقيران حزمة الله هي كل مية مانتا كنت اهدي نوشون وينا ويلكم مهثيين وكي مسكعدو نرفرقين قرن كان أركيرم كمان تو صعدو إيه قرت أي قرتين إيه ترو كبيريان حسب كان وأنا قار في الحديث أرنتي ولا عند كان كي سمعنا دبو الرئي إيه دون شيء دي هري حراش هاي ده لما كنا لبادي تاكل سمعنا كت عادي بشي ديسمبر شيء ترو كيدي ولا يا كي كسب حين جبلي أنا وراكم أكون فرحان أنا هقولي كسب حين دي مدة بورا ما قالوا لقيا بلب هاين اها سبدل كده وحس بدلوا وين يبدأ يوضع الرأس عتان فربك سمي يحس بجاو يحكومة تيدو من لا قريك أنا معها لأن بروح روح بدل مركا ترتم إنه إنه وحناي حس بجي وحناي حس بيدا ما أنت أنا تلاقي ترك هاينا عيتن يا يوتن ولا غير هي اسلوب يا عشح يا ترتم وانا اسمك ترتمنا
وحن شنو يعني حزب معارضة اسمه فارين حزب وحن عين وحكوه الشيء فوليو وإلى عليه شروع لو بلتين قوليه سبحان الله يقانو ما أنتم الحكومة دينا هنا سيدة عسلك وحن نسيب دراء لنك وقت الماما يا أموح دالي عين يا إن هرت يسوي سعب روح بلا وحن ما دريس ما لو شاكنا أنا قلنا ليش جرتو ما شاكنا عاي عاي تلقويتو حزبك وطني هو فشل مي وحكوه فشل مي لابدي سيدك الواد او كسو ساريي مشرحين تيسين وترتمي دورشة صوص عطا اي مدحويني مدحوين بحقير كسو ساريي سيدك فشل مي نيشا غيا قران كان وحو سبايا شروع مسبايين مددي انا وحو اول بحكومة دجوغني مركي هورك قلياشا قربو نوال بو حيسا حير كيسا ترى قوليسا دحير ترى قوليسا فريتا شايف كوس جاي سري إذا لم أؤمن لكن سمعت دوميها وطني أنا كنت دوميها ولا وكيلة با حير كوس سمي وحقر يا وحقر حيا إن قولك كستا أما حسب كستا أما أورك صعب ورمائي وحي وصما يستطيع الشرعية ترى ترى قولها دحي ترى قولها فرن إن لقيها إلا شرعي وشيء أيوفريا لما أنا صدق حسب قرار صوب حي ترى قلوا قد حي يا ترى قلوا قفلتا يا قانون المرت يا كاسر غيا وحيا لا حي لا شرعي وكو تاي كنت قد وانقرنتا والله ما كنت تاي حيال لايتا صدق كنت تاي محكمة صار وآفر بيا كوميشي كدور شيء قرار وحكو فشل مي إن ترى لي كنت وانقشرين شرعي هاي oo aad u koobnayd 250 yar gaar ugu sheegay waxa la lagu maamaa calaamadu maamada farcu asalka bato xisbi hadduu tiraa asalow samaysto wuxuu kordhiyaa wuxuu noqonayaa wax kooban oo asalkii dhaafay waxaan doognahay 250 inay ku dul dareen 500 kale oo sharci ahay ummaddu inay fahamto wayan halkan ka qalo asalay cadaalad ka qalo iyo wax weeyaan gore ay jirin oo sharciyeysnayn oo nidaamkii sharci loo marin ayay wax ku doorteen taasina waa takeenta cadaalada raba ninka maanta golihiisii maamuli kar waayey waxaa qaran maamulkiis kala sugeeyay saaxiibadeeda kulmiya ka carooday waxay yidhaahdeen xag baa loo afduuba xisbiga annaga xisbiga looma afduubine xisbiga kulmiye قولي يا دحيس ما هي بكر سورا وين إن الدورشة كعب كار وهل لقوا طريقة ما تجي قولي يا دحي يلا بكم يلا بيا ترنكي وكل مية جاية هذا شرعي وهل لقوا طريقة ما نتي يلا بكم يا شرعي ترنكي نوفم بدورشة ودعيسي قفل وما درن قولي شرعي اسنا يا لو كربها لو دورتي كاسك عربين أفضل كي يكون شجع كل مية واحد ما تكسب الحزب أو تجيب كسب مية الحزب أو تجيب يا ما تكسب مية هنا والله شرع الدرايت والله بحاول تجيب شرع حين هنا إننا كنت إننا كح ما يارا كنت المان إننا كنا صارا مركب عويل وعلى ساحي طلع يا ترتم قعدوا ترتم عنا هذا حرارة وحلا كنت ترتم من أمد الحزب ملان حزبنا نقول دين بينه وحن ربنا عدد كلنا نعيد الديمقراطية عرض كيس يومنا إلى كورونا ربنا إن حسب الله حنا قاعد كورونا ربنا إن قبي هذا لقى بحر ربنا أي كتر تنو أفكار أفمان قبضة أو سياسية هي القرب ومدة قارسين مدة اللي حسنا حين هل كان كسي قارسين دولا كتر تمنا رو وحن كتر تمنا وحسب الجوجا أولاً عندك دار نحيل لو مجاهد بس كوي بدي مجاهد كي هلقك يا مجاهد كي دبر عديتا مصلي حوا مجاهد كي هلقك إن ما أنت كلام كلام شو إيشاي ما جوت أنا وعبد الرحمن وحي مجاهد كي دبر عديتا هاي نك واحد هاي حس بيجي وكا ربي عربي ولا ما يستكوا جوا يسوا مدة سياسية كبرانة كبرانة يا كارو ما قال لهم مجاهد بس كي يمدي هو ده يبلع نينا حس بيجي قرن بعد يارون هاي عند إسنا قرن لو سمي هاي وما تروس سمنت هاي قولوا سمالة لو سمي هين
midnimada Soomaaliland waxa ay maartay ka shaqeeya horumarka Soomaaliland ee maanta idiis waarteena CPR ku yaan ya ku tartamayna anoo qoro ku tartamayno saadir soo xalay inoo qaday waxa kulmiye dhahay way naga reebtay ayda iyo yataka ninki halka dhahay tubkeenu hayna isbiyada waxa jecelay inay si sharaf leh noo tartamaan ma caafurayno waxaan mala qaadayna in doorasho xor ah xalaad dalka ka dhici doonto oo loo siman yahay oo si isku mid ah loo wada carado oo la ilaaliyo dimuqraadiyadda.